ضيفتنا ويفا الفنانة التونسية وعازفة الجيتار والموسيقية وأيضا النشيطة. أهلا وسهلا فيك يا ويفا. مرحبا. مرحبا غادة. مرحبا باسم. شكرا على الاستضافة. مبسوطين فيك. أنا وياك لنا زمان ملتقينا والله العظيم. عاود شفتكم الاثنين. يعني أهلا وسهلا فيك, لأنه اليوم يعني حنبقى بأجواء ألبومك الأخير الذي صدر منذ أشهر لو كان, ولكن أيضا سنتحدث عن حفل سيقام غدا في العاصمة الفرنسية في دار تونس في إطار مهرجان جاز دايز. فخبرينا شوي عن هذا الحفل, وأنت كيفك أنت والجاز؟ والله صحيح, هو كونه في الألبوم فما شوية في المرور تفاجئت يعني من الاقتراح كونه يكون في هذه النوعية من الفيستيفال, أما من بعد زد لاحظت كونه في التوزيع فما أغاني فما شوية أرانجمنتس في الألبوم في الترومبيت وفي الساكس وكل يعني يكونوا يميلوا للجاز, دونك فرحانة برشا بالمشاركة هذه في الفيستيفال جاز مغرب دايز في دار تونس إن شاء الله غدوة, بش يكون الساعة السادسة إن شاء الله. مع أنه بحسك يعني الجاز ما هو الشيء الرئيسي الواضح بموسيقتك, يعني هاي التجربة كاملة رح تكون جاز؟ والله نحب الجاز برشا, أما الحقيقة أنا يعني نمشي أكثر بوب إلكترو يعني ميتيساج إبريد معطي يعني اختلاط, أما الاختلاط مع برشا أنمط متاع موسيقى ما يقلقنيش ونحبه برشا. عملت دي كور دو جاز قبل وسمعت برشا جاز, اما اللي نغني فيه ماهوش جاز اون بيان داكور, اما ينجم يكون فيه شويه لمحات في التوزيع. يعني هذا بيتطلب منك ويفا لما نقول الستيل الجاز بيتطلب امكانيات شوي مختلفه, لانه انت درستي الغربي, درستي آلة الجيتار, درستي ايضا الغناء الشرقي والموسيقى الشرقيه. الجاز شوي بعيد, ما بتحسي انك قادره تخوضيه؟ هو بعيد شويه, هي ماهيش امكانيات على قدر ما يعني ديريكسيون مختلفه, يعني كما نقولوا احنا اذواق, فما اللي يحب في الطبخ الحاجة اللي فيها دسمة وفيها زيوت, فما اللي يحب حاجة خفيفة, فما الكوتي بيان سور هارموني يعني ديفلوبي برشا في الجاز, يعني نمشي أكثر شانسون يعني التعامل مع الغفران والكوبلي ونحب الأغنية يعني أكثر من وفي الجاز ساعات ميم سي نجمو يكونوا أغاني بيان إيفيدامون, مي في الستركتور نتاعهم وفي الأورغانيزاسيون نتاعهم مختلفين شوية على الأغنية البوب والإلكترو. وبالعربي يعني الجاز مانو كتير قوي مثل باقي الأنواع مثل البوب والإلكترو وغيره, يعني باللغة العربية يعني فيه موجود الجاز, مش بشي فرحوش معت الجاز كي تقول لك مانو نكتار, يعني بحس يعني ما في شغل على موضوع الجاز أكتر من الأغاني البوب مثلا بالعالم العربي. سيفغي هو يقعد يعني ستيل دو ميوزيك أمبو نقولوا احنا نيش يعني عنده بيبليك صغير عنده بيبليك وتقعد يعني ثقافة غربية, أما فما برشا توالي كيما فما جو بروفيت فما سليم عبيدة ان تونيزيان كي افي دي زيسي و دو ترافاي سور لو جاز, مي فيوزيون في اختلاط وباش يكون ان شاء الله نعملوا شوية بيبليسيتي. عدى البارح عدى وكان ضيفنا أيضا في مونتي كارلو يعني كان هيك ويك أند جميل. بدنا ندخل إلى تفاصيل ألبوم لوكان, فشو رأيك أولا نسمع الأغنية وبعدين نتحدث سويا؟ شفنا غرايب وحكايات ومنها هربنا, درنا ودارت بينا الأيامات وفيها خسرنا, تعبنا سألنا وجرينا باش نلقى وشكون يجاوبنا, وحلنا وفي قطرة ما ساعات نفيق
عليها صبرنا سكتنا قربنا من برشا عفسوا فينا ولعبوا بقلوبنا بحياتنا حينا والضربة اللي ما تقتل يوم تفيقنا تقوينا يا نهار ويا ليل ويا عين ويفا لو كان. إذن هذا الألبوم اللي أطلقتيه بعد فترة من بين البنين بال2018 وعدتي فيه، أطلقتيه مثل ما قلنا منذ تقريبا أشهر العام الماضي 2023، وكان على دفعات فينا نعتبر، لأنه أولا كان إطلاق عبر الإنترنت ومن ثم هيك جايبت لنا جميل فينيل وسيدي أيضا. الكاميرا وين الكاميرا تبعهم؟ هذا على فينيل. والكلمات والألحان هذا الألبوم لك، ومواضيع مختلفة، بس بحس إنه في تحدي وفي تفاؤل، شعارات جميلة بهالألبوم. والله إن شاء الله غادة. أن توكا اللي حسيته في الباركور اللي عملته من بين البني من 2018 اللي كان فيه أكثر نقوله أحنا ديشارج إيموسيونيل أكثر ميلانكوليك وأكثر سلبية، هذا الألبوم حسيت ماشية في كيلكو شوز بلو بوزيتيف، أكثر إيجابية، أكثر أمل وتفاؤل كما قلت. تفرق لأنه خبرة الحياة والتجربة، لأنه أنت أغانيكي مأخوذين من الحياة، من تجربتك أحيانا، من حياتك بشكل عام، بتفرق مع النضج لما بنكبر أكثر، بتفرق تجاربنا ونظرتنا بتختلف للأمور يعني. ممكن جستمون باسم وزد فما كيف ما قلت أنت يعني بالنضج بالماتوريتي، أما زادة نحب برشا الإحساس متاع الثنائية دواليتي، يعني نشوف كونه بكلنا عنا كوتي يعني فينا تلقاها حزين، كوتي فرح، كوتي ناشط، كوتي تحب ترتاح تعمل شيء، كوتي متفائل، كوتي كان عملت هكا، يعني بكلنا يعني هذاك كيفاش احنا حيين وهذاك كيفاش احنا عايشين وهذاك كيفاش اون فيبر يعني. نعم، خلينا نحكي قليلا عن افكار هذا الالبوم. قلنا انه في تفاؤل، ولكن ايضا في دعوه انه لو كانت الدنيا هيك في بعض الاحيان قاسية معنا، وهذا يحصل مع الجميع، إنه كيف ممكن نتخطى هذه الصعوبات، يعني هي دعوة الألبوم. وحتى كمان إنه لو كان فراق حبيب ممكن نتجاوز هذه المرحلة.
تتفي ممكن نتجاوز وممكن حتى واليوم مركزين على الجانب الإيجابي في يعني على الجانب كونه حاجة كيف من هيك تقوينا، كونه حاجة كيف من هيك تعطينا أسلحة، كونه حاجة كيف من هيك كيف ما قلت باسم تخلينا عنا أكثر تجربة، دونك نوليو نتعاملوا نعرف نتعاملوا أكثر مع الحياة ومع شنو هو المهم وشنو هو الأهم وشنو هو اللي نجمو بتتغير مع المواضيع الشريحة اللي بتسمع الأغاني، يعني الناس اللي بيسمعوا الأغاني كل ما تغير الستايل تبع الأغاني بيتغيروا أم هن نفسهم بيسمعوا كيف شو ما غنيتي؟ والله ما نعرفش، ما سألتش، أما جمهورك من نحس فما ناس يميلوا أكثر للكوتي أكوستيك ميلانكوليك ميلودراماتيك يحبوا أكثر، وفما ناس أخرين بالعكس يقولوا لي حد ما عجبوا حاله تي دوفري فير بلوس دو شونسون كوم سا في التيرنير في حاجة هكا يعني فيها طاقة ديناميك وإيجابية وكل، دونك فما من الاثنين يعني نتصور. طب خبرينا من وقت إطلاق هذا الألبوم كان في جولات فنية، يعني هالمرحلة اللي مريتي فيها ويفا كيف قضيتيها، يعني كيف الأجواء، كيف الأصداء كمان جميلة، في شي ملاحظات خبرينا شوي. الحقيقة برشا برشا ملاحظات تشجع كونه نزيد نقدم ونزيد يعني je partage الموسيقى ولا les compositions. انا الحقيقة توا دوكو فما يا يو بوكو دو روتور ودونك عملنا برشا حفلات خاصة في باريس، وان شاء الله السنة ممكن تتحرك اكثر شوية في تونس. انتوكا امنياتي كوني نمشي نغني اكثر شوية في تونس. كانوا صاروا فما برشا حفلات وصاروا لقاءات ودي رونكونتر بور فير دي فيتورينغ وبور فير عملتي لقاءات صحفية، لقاءات صفحية ولقاءات مع زادة فنانين اخرى باش نعملوا أعمال أخرين مع بعضنا، كسوسوا يكتبوا ولا يلحنوا ولا يغنيوا. دونك فرحانة برشا اللي هو الألبوم هذا وحتى اللي قبله كنت يسر يعني ديريجي في حاجة كيفاش يقولوها تنتمي لي كي ما بارتيان، وحبيت نبارتاجيها 100%. وتوا نحس في روحي وليت عندي أكثر أوفيرتور على الفنانين الأخرين، على الناس الأخرين، كتاب أخرين ومرحبين اكزاكتومون، باش نجرب حاجات أخرى إن شاء الله بروشين قريب. طيب خلينا نحكي عن هاي النقطة، يعني عم تقولي الألبومين أخيراً بين البينين وأولوكان كان يعني تملك خاص، بدك تقولي أنه أنت حابة تكتبي كلمتك حاجة كوني نخرجهم، خصوصاً أنه كمان يعني صار في شوي رحيل ووفاة داخل العائلة، فكان في أشياء عاطفية أكثر عبرتي عنها، وكمان ابتعاد بفترة ما. لما تقولي أنه هلأ صار عندي أكثر انفتاح، شو اللي بيكون تغير؟ يعني هل حسيت، بتحسي انه حيجي وقت حتكرر خوف من تكرار نفسك فخليني اخد من غيري؟ والله ما نعرفش اذا كانت، ما خممتش فيها، اما ممكن. يعني جو بونس كو كلنا في وقت معين في حياتنا والا في اوقات معينه ساعات نبداو انتروفيرتي وساعات نبداو اكسترافيرتي، يعني منغلقين او يعني منفتحين يعني على الاخر، او يعني مركزين برشا على مش فورسيمون على اشخاصنا، اما على يعني وقتها علاش شنو قعدت مركزه كوني جو بارتاج الاحاسيس نتاعي. بالنسبه ليا سيتي تري امبورطون كوني جو بارتاج مع البوبليك شنو نحس، خاطر نعرف اللي برشا ناس حست نفس الحاجات اللي حسيتهم. دونك بور موا سي الفرصه كونو الموسيقى زاد ال سير ان بو اسا، اما الموسيقى ال سير با كو اسا، ال سير اوسي ا ديكوفرير دوتر ستايل دوتر اكتشاف الموسيقى اكتشاف اكزاكتومون. دونك سامحني نحكي برشا بالفرنسي، اما حسيت كونو ان توكا بعد البوم لوكان في الاشهر، يعني طبيعي كونو الاشهر الاولى والحفلات الاولانيين تبع الالبوم شكونوا مركزين برشا في الالبوم، اما قبل ما يصدر الالبوم احنا نعديو برشا وقت نحضروا فيه. دونك كيف يحضر الالبوم نحسوا روحنا ديجا في مخنا تعدينا لحاجات اخرى نحبوا نبداو نعملوا في حاجات اخرى، وتقعد الموسيقى كيف تبدا حاضره في اللايف يعني، وبرفت عليها وحضرت العرض نتاعك، تقعد ديما تمشي تقابل جمهورك وتعمل العروض، اما ما بين العروض تقدم في حاجات اخرين باش ما ترقدش. في الالبوم 9 اغاني هذا، يعني 9 اخترتيهم من بين مجموعة أخرى من الأغاني، وهيك اخترتي هدول التسعة. عدينا برشا وقت نختاروا في التسعة أغاني هذوما من ضمن تقريب 26 أو 27. كاتبي 26 أغنية هلأ؟ أكثر شوي وكلهم بالتروار يعني موجودين. طب أمتى مش بدو بشوي بشوي في أحيانا يكتب الفنان أو يلحن بيرجع بيتردد بيقول لا
اللي كتبته أحلى. يعني في عنده بيضطر إنه يعمل اختيارات، وأحيانا اختيار صعب إنه أنت بتحب الكل، فكيف بدي اختار؟ صعب جدا. ودايوغ ما اخترتش وحدي، خاطر لازم يعني تنتور، يعني يكونوا معايا ناس يعاونوني، معناتها ايكيب اللي نصحتني، يكون فما توازن مثلا في الالبوم ما بين جوستومون باش ما يبداش الكل في الميلانكولي، حاولنا ندخلوا اغاني ان بو بلو ديناميك باش نجاوبوا كيما قال باسم من بكري على يعني ميولات او رغبات ناس تحب تسمعك اكثر في الستايل هذاك، ولا تحب تسمعك اكثر في النوعيه الاخرى. بس لقيتي يعني خطك، بتحس يعني لقيتي خطك الفني اللي انت عم بدك اياه بين البومين، يعني واضحه الرؤيه قدامك للستايل اللي انت بدك تقدميه بعالم الموسيقى. والله اي هولا باسم، علاش؟ على خاطر بالنسبه ليا احنا ديما في كيفاش نقولوا، في اون ايفولوسيون، في تطور، في تطور يعني ديما اون كونتينيو. دونك نجم اليوم نقول حاجه، ما راي غدوه باش يكون حاجه اخرى. بس في هويه يعني، شكون سامع اكثر في هذيك، انه في هويه للفنان. هلا لما بنسمع فرضا اليسا بنعرف انه قد ما تغير نوع الموسيقى اللي عم بتقدمها، انه هي هويتها الشيء اللي عم بتقدمه، على سبيل المثال ليس الحصر يعني. فانه صار في هويه كمان لك بهدول الالبومات. ان شاء الله هذا يفرحني، اذا كان فما هويه هذيك حاجه باهيه، حاجة تفرح يعني. يعني نرتاح كمان مع أغنية من أغنيات الألبوم، ونتابع مع ضيفتنا ويفا. فكر. فكر وقل لي علاش عليا غبت، فكر وقل لي إذا مشيت يبقى شي حد، فكر وقل لي علي غبت، فكر وقل لي إذا مشيت يبقى شي حد، كله يهون وترجع لي بالحنية، كله يهون ويبقى لي حبك ليا، وإذا غبت تفكرني حتى شوية، بعدك علي خلاني مت وما فكر من ألبوم لوكان لضيفتنا ويفا. فمنتابع معك، وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك من جديد، كتير حلوة الأغنية هاي، بتعرفي يعني. اشتغلتي على التوزيع، واضح يعني في توزيع مختلف كمان بهذا الألبوم، وفي شغل أكتر من قبل على موضوع التوزيع، وهذا بنلحظه يعني بالفرق بين الأغاني بتوزيعاتهم.
والله فما برشا بالحق خدمة متاع توزيع، ونغتنم الفرصة باش نشكر أغنو دو كازانوف ورات شوبر اللي خدموا معايا برشا على التوزيع. كنت يعني نجيب أفكاري ونحاولوا نطبقوهم، وحتى كان معي أخي زاد سامي اللي شارك معايا في بعض الـ في بعض الـ الـ التوزيعات. خلينا نحكي عن أخواتك. أخواتك موسيقيين، سمعتيهم قبل الألبوم؟ بياسور حضروا على المراحل الكل، يعني حضروا على مراحل الماكيت ومراحل تسجيل. كل مرة تصير حاجة قبل الميكس، بعد الميكس، قبل الماستر. ما في ما شو قالوا لك إنه شو تعدلي مثلا؟ ناخذ برشا برايهم ونحاولوا نعدلوا ساعات في التوزيع وفي حضور الآلات في توزيع. هو يعني بالحق خدمة تاخذ برشا برشا وقت. أما احنا استغنينا الفرصة وقتها في الكوفيد، كان الاشتغال على البرودكشن الكل بتاع الألبوم. وفي توزيع حتى يعني يمكن عم نسمع كنا كتير آلات شوي غربية، ولكن في الألبوم بعتقد بيتضمن كمان آلات شرقية. صحيح، كان فما نضال جوا في القانون، وكان فما اسكندر بن عبيد كلارينات من تونس، وكان فما زاد محمد بن صالح نشكره برشا في الكولة. سجلتي هون ولا في تونس؟ تسجل على فرنسا وعلى تونس. كان فما حاجات تصوروا في استوديوهات لنا، زاد مع ضيوفي في الترومبيت أرنو دو كازانوف، ساكسوفون داميان فلو. نشكرهم الكل فريمون، الكلهم جاوبوا حاضر وكلهم سجلوا. وساعات حتى صاروا تسجيل عن بعد، يعني سجلوا يبعثونا وصاروا تسجيل في استوديوهات لنا في باريس وفي تونس. طب خبرينا قليلا عن وسائل الإعلام الفرنسية. أعتقد أنك يعني أطلقت الألبوم وكان في لقاءات مع وسائل الإعلام فرنسية. كيف نظرة الإعلام الفرنسي لفنانة من تونس وكيف تعاطيها؟ يعني كان إيجابي في تغطية؟ والله كنت سعيده برشا باللقاءات اللي عملتهم في برينسيبالمون في يعني في التلفزه. كيفاش يتقبلوا عندهم لو مش في الكلمة عندهم اطلاع على الأغنية، عندهم حب اطلاع، عندهم كيوريوزيتي، عندهم فضول. يحبوا فضول صحيتك، يحبوا يكتشفوا، يحبوا يسمعوا الحاجات الجدد، ويحاولوا ديما، وعندهم نظرة تكون تحليلية أكثر منا ساعات. على خاطر يشوفوا الأمور بطريقة مختلفة بارابور لتوسكي يعني اختلاط أنماط وفيزيون وميتيساج. وهذا الشيء يعني بألبومك فيه هذا المزج الغربي الشرقي، يعني بنسمع بتوزيعات معينة ونقلات، والمزج والفيزيون يعني هو شيء خطر صعب ينقام فيه. كيف اشتغلتي على هذا الدمج بين شيء شرقي أو عربي وموسيقى غربية؟ هو والله فما مرة جتني الريفليكسيون نلعبوا بالنار شوية. هو لعب بالنار بشكل عام، مزج بين الأنماط. خطر بسهولة تنجم تلقى روحك توقع في 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 كليشي، يعني في حاجة ديجا تسمعت وديجا معروفة وديجا تخوف، وأوميم طون معناتها تفهم زاد شكون يقول لك تشبه بالغرب ما ماهوش غربي. دونك تنجم تكون في 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 يعني في موقع صعيب شوية ولا خطير كما قلت أنت. أما خطير سي رولاتيف، مش خطير بالحق. يعني فما شكون مثلا يكون عنده فيزيون، يبدا مثلا فرنسي يقول لك هنا عندي الموسيقى اورينتال تجي بالدربوكة من هنا والعود من هنا، وانت تغني بالعربي ما فماش علاش يعني نقولوا احنا بالتونسي تتسلط على. فما شكون يقول لك هكا، فما اللي يقول لك بالعكس يفو اسومي سا، يلزمك تدافع على السايل نتاعك، على خاطر زاده ينجم ينفتح على قاعات عروض اللي هي معناتها الفا بروغرامي ميوزيك اكتويل، ميوزيك بوب، ميوزيك الكترو، تنفتح ميم سي انت تغني بالتونسي، اما الانفتاح على دايركشنز اخرين. وانا الحقيقه مانيش نعمل فيه خاطر باش ننفتح على القاعات، انا بيان داكور، نعمل فيه خاطر سامتوش، خاطر هذاك كيفاش كبرت وهذاك شنو يعني سمعت وهذاك اللي كيفاش نشوف روحي نعبر يعني تو سامبلومون. ويفا، خلينا نتحدث ايضا، هلا ما حنحكي عن الاسم لانه هو اسمك جميل ويفا الاسم الفني، ولكن بالحفلات احيانا بتأدي لفنانين اخرين، يعني مثلا تغني للسيدة فيروز غدوة كنجو بحبانا. شو حتى كنت أسألك إنه صغير بش يكون فما داليدا، بش يكون فما داليدا 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 بلدي حلوة يا بلدي.
باش يكون فما ربريز صغيرة الملحم بركات تاع ننسى، وباش يكون فما لما بدا يتثنى عربي واندلو ان شاء الله. بتحاولي تغني فصحى؟ فكرتي ويفا انك تغني نغني عربية فصحى؟ الى حد الان مازلت ما لقيتش، انا ما نعرفش نكتب بالبيه عربية فصحى. مش ضروري، ممكن تقراي شيء ثاني. شكون يكتب اللي ماك تعرف غادة؟ يلزم يكون فما لقاء، يعني فما فيلينغ، فما احساس ما بين اللي يكتب واللي يغني، باش نجم تحس روحك كالحاجة يعني تحبيها. تحسها وتحبها لازمك تغنيها. اما فما مشاريع كوني نغني بالفرنسي بالانجليش، فما مشاريع ان شاء الله قادمه بالفرنسي بالفرنسي وبالانجليش وبالتونسي وبالعربيه الفصحى. علاش؟ ليه العربيه الفصحى هي اللي مازلت مؤخره شويه على الاخرين، اما قاعدين نقدموا في مشاريع ان شاء الله باش يكون فما اغاني بالفرنسي وبالانجلي ان شاء الله. هذا يعني المشروع، الخطه المقبله البوم اللي جاي او لا هو مشروع يعني مختلف؟ الحقيقه ما قررناش يكون البوم ولا ما يكونش البوم، ممكن تكون استراتيجي سينجل مثلا. مازلنا ما قررناش، اما فما برشا اغاني جايين بالفرنسيه وبالانجليزيه وبالتونسي في الوقت الحاضر. وماذا بيا واش خاص كان تخلط يعني؟ هو لمين حيكون كتابي؟ الحان لك ولا لمثلا كتاب فرنسيين؟ يكون فما معامله مع كتاب اخرين، مع ملحنين اخرين، مع موزعين اخرين. نذكر على سبيل الذكر ما ننسى حد، فما اكريفان جزائري اسمه سلام، فما اسكندر كتاري في غناية بالفرنسية، فما زاد التوزيع باش يكون فما شغل مع راد شوبر ومع موزعين اخرين. خبرينا شوي عن الغلاف، غلاف الاسطوان الجميلة، وهيك شو التاج الملكة الملكة ويفا. والله هو فما هو أكثر من الملكة نخير كيف يقولوا لي، يعني ذكرهم شوية في ستاتيو دي ليبرتي ولا في الحرية، صح أكثر من كوني يعني نكون. هي كانت فكرة حكيت مع روك رافن وقتها فوتوغراف في تونس، وقلت له حبيت حاجة تشبه للألبوم، يعني فيها الثنائية اللي كنا نحكي عليها من بكري ما بين البوزيتيفيتي وما بين نحب برشا كلمة ميلانكولي، خاطر نحسها تجمع الفرحة وتجمع كل كوتي صومبر متاعنا دارك هذاك. دونك قلت له نحب في البوشيت يكون فما ألافوا يعني النور الإضاءة، أما نحب زادة كل كوتي المظلم متاعنا هذاك في شخصيتنا، نحب تكون فما الثنائية. دونك بدا الحديث هكاك، قال لي باهي زيد عبر لي أكثر. قلت له القمر، الشمس، ثنائية، شوف لي حاجة هكا دواليتي. دونك من بعد هو اللي خليته يخدم الخدمة هذه، وحاول يحط القمر، يحط الضوء متاع الشمس يعني فوالا، خلط واخترنا كونه نحطوا الكهون بوتيت زادة فيهم تذكير من الشمس. وفي أغنية اسمها يا شمس، وفي أغنية اسمها يا شمس. شو بتحكي هالأغنية ويفا؟ تحكي على كيفاش كل واحد فينا في حياته ينجم يكون عنده إنسان أو شخص في عيلته، وإلا ينجم يكون ولده، ينجم يكون زوجه، ينجم يكون شمس حياته، يكون شمس حياته يعمل يعني الإفكت هذاك عليه، كيف يشوفه ولا كيف يحكي معه ولا يضويله دنيته. حلو كتير. فكر يلي صورتيها فيديو كليب، في أغاني انظلمت لأنه ما تسجلت فيديو كليب أو ما تصورت؟ صحيح، وهذه حاجة مقلقتني على الأخر، ماذا بينا نصورهم الكل كليب؟ فما كيف تعرف وقت اللي نبدأ ونوتو برودكشن انتاجك الخاص سهلة. يعني مهيش سهلة كونك تنتج الكل. ليش بعدك مقلة بذهاب إلى تونس وإجراء الحفلات؟ والله سؤال وجيه جدا. يظهر لي من ديما نحس كونه من الصعب، على رغم كونه فما يعني رغبة كبيرة كوني نمشي أكثر لتونس ونعمل حفلات أكثر في تونس، ومن الصعب كونك تكون موجود وحاضر في برشا أمكنة وأنت تخدم يعني بفريق صغير ووحدك، يعني معناتها من الصعب كونك تكون حاضر ممسي عنا طوال السوشيال ميديا وممسي عنا برشا حاجات، يعني ما استدعونيش برشا أنا هيدا بدي أقول لك يا ويفا أنه مهرجانات عديدة بتونس بأماكن ويعني أماكن كتير مختلفة ليس في العاصمة فقط، وفي ضيوف من العالم كله.
هل هو كمان تقصير منك ما عم تبعتي ولا؟ ممكن والله سنين لازم تشتغلي ربما على هذا الموضوع. هذه قاعدين مركزين أكثر على تونس إن شاء الله بشي يكون في الصيف شوية فما مهرجانات إن شاء الله يتأكدوا. مازلتوا في الوقت الحاضر ما تأكدوش خطر هذه هي الفترة اللي يكون فيها البعثين الملفات وإن شاء الله يكون فما عروض في تونس سنين. أما بالحق ما كناش مركزين برش على تونس وتوا ولينا مركزين أكثر شوية ما إن شاء الله هما زد ستايل يعجبهم وإن شاء الله الموسيقى يعني تعجبهم وتكون مرغوب فيها في المهرجانات. إذن غدا نعود ونذكر بأنه رح يكون أغنيات تقريبا كل الأغنيات ولا في اختيار من ألبوم تقريبا يظهر 8 أغنيات من الألبوم وشوية لأنه في أغنية هي معادي وقتاش اللي هي وقتاش بألبوم سابق ولكن توزيع جديد. طب حيكونوا الموسيقيين اللي عزفوا معك هني حاضرين على المسرح؟ بش يكونوا معايا غدوة موسيقيين جدد اللي ما عزفتش معها مقبل وفرحانة بارشة اللي اشتغلنا بارشة على العرض متاع غدوة إن شاء الله بش يكون معنا حضرتهم نوغيف الكلافي وساكسوفون وبش يكونوا معايا كيفين لازاكيس في الجيتار وسيكونس وبش يكونوا معنا الضيوف في القانون نضال جوا كالعادة وبش يكونوا معنا زادة اسكندر بن عبيد في الكلارينات وسيم دربيل في البركسيون. فرانشمون فرحانة بارشة بالفريق متاع غدوة. بدك تصوري بعد شيء جديد منه هيدا الألبوم ولا؟ إن شاء الله إن شاء الله يعني قاعدين نحضروا إن شاء الله أي وحدة مازلنا قاعدين نختاروا ما بين اثنين ما بين يا شمس وما بين هنا عليك إن شاء الله تكون فما تصوير قريبا. يبدو يا شمس راح تربح إن شاء الله جنوت. وفي حفلات أخرى غير غدوة؟ قريبا في أول شهر ماي بش يكون فما حضور في الأيام قرطاج الموسيقية إن شاء الله في تونس. دونك بش نمشيو مع الفريق نقدموا الألبوم غادي إن شاء الله. يعني كل التوفيق في مشاريعك عايشك. ليس بالسهل إنك عم تشتغلي لوحدك كمان كتابة وألحان وحتى وتوزيع كمان يعني اطلاع على الإنتاج وكل هذا يتطلب تفرغ بعتقد يعني وليس بالسهل. غدا إذن الموعد مع فنانتنا الجميلة ويفا في إطار مغرب جاز دايز في دار تونس ألبوم لوكان اللي تحدثنا عنه وسنختم مع أغنية يا إنسان هي الأغنية اللي بتحكي بتتناول الإنسان فكل الأمنيات الطيبة يعني بعدنا بداية العام فعندك عام أكيد لازم يكون مليء بالنشاط يا ويفا. إن شاء الله يعيشك يا غادة شكرا لكم على الاستضافة شكرا لوجودك يا أهلا وسهلا فيكم كل التوفيق عايشكم.